لحظة تجاوزت، لحظة غيرت، لحظة بدلت، لحظة طارت 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 إلى المملكة. يا سلام سلام سلام، لحظة ولا تحتاج اللحظات لهذا الإثارة وهذه التحديات. ما شاء الله وتبارك الله، لحظة سعادة سليمان بن حمد بن جبرين. من يعرف مسار الكوس، مسار التحديات، مسار الانطلاقات؟ ما شاء الله وتبارك الله. الكاس لحظة ولحظة تصارع الكاس، تطلب الكاس، تنتظر النهاية، تنتظر لحظات النهاية السعيدة. ما شاء الله، تهانينا والناموس سعادة سليمان بن حمد بن جبرين على فوز لحظة بالمركز الأول. سلام يا الذهب، سلام. المركز الثاني، المركز الرابع، وصل الشاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد مع المركز الرابع. المركز الخامس ماي هاب ابناء مبلش من سفر البكمي، ولكن اعود الى الكاس، اعود الى المنافسة. شاهين والغربي، الغربي وشاهين، شاهين والغربي، شاهين مع المركز الاول. سهيل بن علي بن غصن العامري، الامور ليست سهلة، الامور ليست سهلة رغم الضغط المستمر من الغربي ملك زايد بن محمد بن زايد المنصوري، ولكن شاهين، شاهين يخطف الكاس، يخطف الكاس، يخطف اللقب، يخطف الرنج روفر. تهانينا لسهيل بن علي بن غصن العامري. الناموس الغربية وسيطرة، الغربية وسيطرة، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة بين الغربية وبين سيطرة. يا سلام، سيطرة، سيطرة بدأت تتسلل على حساب الغربية إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، سيطرة للسيد صالح بن حمد بن شليوي العامري، تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. تبى السيارة، تبى الناموس، تبى الفوز، والغربية عادت. سيطرة والغربية، لكن سيطرة، سيطرة والغربية، والمعركة شديدة. سيطرة سيطرة سيطرة، تقترب من خط النهاية، تقترب من الفوز. تهانينا من الأعماق للسيد صالح بن حمد بن شليوي العامري على فوز سيطرة بالمركز الأول. الخوف من نوف، نوف والشاهينية، الشاهينية ونوف، ولكن الشاهينية لا زالت مسيطرة على السيارة وعلى الناموس حتى هذه اللحظات. والزعفران، يا سلام، يا أبو عبد الله، لعلي بن عبيد بن رشيد نوف الشاهينية، نوف الشاهينية، نوف، ولكن الشاهينية. تهانينا والناموس لعلي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. تهانينا لأبو عبد الله على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز. المركز الثاني نوف للسيد محمد علي، سيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث وشاهين، الله الله الله، والقادم هنا هملول سالم بن علي الغيلاني، وصل ابو تركي هنا يقدم هملول، ولكن الصدارة وين؟ الناموس وين؟ شاهين وشاهين والغربي، لمن الناموس؟ لمن السيارة في هذا المهرجان؟ هناك قادم سالم بن علي الغيلاني مع هملول، ولكن هناك ايضا راش خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي، الشامسي على الصدارة على المركز الاول. المركز ثاني سيف بن بطي، هناك السبوسي يقدم شاهين. المركز الثالث هناك ايضا سالم بن علي الغيلاني، ولكن خط النهاية، خط النهاية. اذا تهانينا والناموس لمالك شاهين خليل بن راشد بن مفتاح الشامس. المركز الثاني هملول. اختلطت الامور بعضها ببعض بالمراكز الثلاثة الاولى. تسلل بن غدير، تسلل بن زاحم، راشد بن محمد بن راشد بن غدير هنا يتسلل الناموس، ولكن شاهين يحافظ، شاهين يبقى، شاهين يبقى. والله مزاحم، مزاحم طار بالسيارة، طار بالسيارة مزاحم، مزاحم راشد بن حمد بن راشد بن غدير يفوز بالسيارة، يفوز وينتقل هنا إلى مقدمة الشوط. تهانينا والناموس لمالك مزاحم هنا، راشد بن حمد بن راشد بن غدير. تهانينا والناموس. المركز الثاني له نصيب في هذا التحدي وفي هذا المسار، باقي القليل مع آخر الأمتار، مع آخر التحديات. جبارة جبارة، مطر بن حمد بن عميره الشامسي، يا سلام. المركز الثاني قمة على المركز الثاني، محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي ممثل الوثبة يأتي مع هذه الانطلاقة، ولكن جبارة جبارة خلاص بصمت على هذا الشوط، وقعت عقد الناموس مع نهاية هذه التحديات. حمد بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي، ما شاء الله تبارك الله. اللحظة الأخيرة الشاهينية، جبارة جبارة، قمة قمة قمة، جبارة قمة جبارة، قمة وقمة وقمة وجبارة، ما شاء الله جبارة ولا قمة.
على المركز الأول والتحدي الأول والمسار الأول ما شاء الله قمة. إذا هي صاحبتي هذا الشوط اللحظات الأخيرة قمة محمد بن ناصر بن عوضي المهالي في المركز الاول المركز مع المركز الاول الشاهينيه مع المركز الثاني سعيد بن محمد الكليلي المركز الثالث مشاهدينا الكرام الدكتور محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يقدم لنا الشاهينيه الله 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 ولكن تابعوا القادمه الفايزه احمد بن ماجد بن مطر الخيالي يقدم لنا الفايزه فازت الفايزه الفايزه هي الفايزه حتى هذه اللحظه الشاهينيه مع المركز الثاني الله الله يا الشاهينية محمد بن علي بن سلطان بن رشيد هو من يسيطر مع المركز الأول دكتور الأصايل بالفعل هو الدكتور هو الدكتور الذي يعالج النواميس النواميس التي لا يوجد لها علاج إلا مع المركز الأول تهانينا لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد المركز الثاني المنصور يركز يا ابو زايد ركز وتابع الغربي وشاهين يتسلل يتسلل الى مقدمة هذا الشوط يا سلام يا شاهين للسيد محمد بن عبد الله بن حمد بن هيان العامري يغير وينتقل الى مقدمة هذا الشوط يا سلام يا سلام بدأ يتجه الان الى المنصة الرئيسية والى خط النهاية والى الفوز والناموس ها هو شاهين يقترب من السيارة يقترب من التتويج تهانينا من الاعماق للسيد محمد بن عبد الله بن حمد بن هيان العامري على فوز شاهين بالمركز الاول وحصوله على سيارة هذا الشوط يا سلام من الجانب الاخر مع ناصي والتحديات التحديات وحان موعد الرقص صدرت الاوامر صدرت الاوامر يا سلام يا سلام يا سلام ولكن غازي غزا الصدارة غزا المقدمة يا سلام التحديات التحديات والاثارة طيور طايرة طيور طايرة اللقاء الجعدان المهجرات في هذا المساء ولكن الواصل الواصل وغازي على الصدارة الغازي والواصل يا سلام التحدي والكوكب الكوكب ولكن الواصل وصل الواصل وصل الواصل انتزع الصدارة في الأمتار الأخيرة حمد بن علي الوهيبي ينتزع الصدارة مع الواصل في اللحظات الأخيرة يا سلام التحدي التحدي مع الواصل الواصل هل يصل إلى خط النهاية تهانينا لحمد بن علي الوهيبي على فوز الواصل بالمركز الأول لحظات الوصول إلى خط النهاية في المركز الثاني 500 متر النهاية الأخيرة الأخيرة ولكن زعفرانة سالم بن علي الغيلاني وصل أبو تركي قادم بكل قوة على المركز الثالث ولكن أعود مع بن صوان بن صوان مبارك بن عبد الواحد بالخزع العامري على صدارة الشوط على المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني شاهينية معتوق بن رغش بن طبازة العامري المركز الثالث زعفران سالم بن علي الغيلاني ولكن أعود مع بن صوان بن صوان على الانطلاق الأول بن صوان في المسار بن صوان هي المركز الأول هي بطلة هذا الشوط مبارك بن عبد الواحد بالخزع العامري إذن تعلن بأنها بطلة هذا الشوط سلام يا بالخزع على هذا الاداء الجميل تهانينا والناموس لمبارك بن عبد الواحد بالخزع العامل المركز الثاني زعفرانه سالم بن علي الغيلاني المركز الثالث المقدمه مع الشهنيه احمد بن صالح الشيبه المزروعي والمركز الثاني جليله يا سلام وصلت اهتمام حميد بن عبد الله شريفي مع ثالث المراكز السياره لمن المراكز الخمسه في موقع واحد والسياره لمن هنا الشهنية أحمد بن صالح الشيبة المزروع يا سلام طارت بالسيارة الشهنية بالسيارة إن لم يكن لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد رأي آخر ووصل رجل الخطوط النهائية عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يعبر مع الشهنية إلى ثاني المراكز وإلى المقدمة إلى السيارة ويحصد هذا الشوط باسمه وبشعاره تهانينا والناموس لمالك الشهنية عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الله على الشوط الله على الأداء وراح الشوط راح مع المقدمة والمقدمة مع صاحب المقدمة شاهين عبيد بن قدير الوهيبي السيارة لمن وصل الشاهين لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد وصل بن حمرور وصل بن عفصان وصل أيضا شعار هناك اللي قادم شعار غصاب المصبح رأس طيرة العامري مع شاهين الله على الشوط قدمنا الشوط شوف الدكتور دكتور الأصايل يتسلل من
من العمق. السيارة اللي من وصل مشغل بدأ يشتغل بالحمرور، بدأ يشتغل، بدأ يسيل بالشوت، بدأ يوصل التهاني للعين. الله سالم بن مسلم، سالم بن مسلم بن حمرور العامري، هذا هو أمامكم على الشاشة، ويقدم لنا الصورة الجميلة. وصل تهانينا لسالم بن مسلم بن حمرور العامري بفوز مشغل والسيارة والمركز. هذا التحدي والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع 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 يا سلام، الشاهينية الشاهينية وحفلة حفلة والشاهينية وأرهنا أيضا. يا سلام يا سلام، دكتور الأصايل بدأ يدفع، بدأ يدفع بحفلة. يا سلام وريمة، ولكن من الجانب من الجانب الآخر. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع التحدي من ترابه لمنصور بن هلال بن حميد الحبسي، يفاجئ الجميع في اللحظات الأخيرة، ولكن حفلة 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 حفلة. يا سلام يا سلام سلام يا سلام، وسرابة سرابة سرابة وحفلة حفلة وسرابة، ولكن حفلة حفلة. هذا الاسم الجميل في هذا العالم الساحر مع دكتور الأصايل، من عشق هذا الاسم يا سلام. تهانينا لعلي بن سلطان بن رشيد على فوز حفلة بالمركز الأول، في المركز الثاني سرابة.